نلعب 5 جويلية ومراسلين هناك. لا مرحبا مرحبا. للفريق المصري والكره مع الخطيب، والخطيب بيلم ويلعب لرضوان ناحيه الشمال، ورضوان بيلعب بحوالي 25 دقيقه ونازل زكريا ناصف هيلعب راس حرب. وما زال مات سليمان لرضوان، ورضوان على الارض لربيع ياسين ناحيه الشمال. ربيع ياسين بيلم وبيرفع والرفع حلوه وداخل على نبيل. يا سلام يا سلام، هارد لك علاء نبيل، هارد لك علاء نبيل، كرة حلوة وهيد جميل، برافو دريس، برافو دريس. لصالح الفريق المصري هيلعبها عماد سليمان، وطلع ابراهيم يوسف وعماد هيرفع ورفع عماد سليمان والرفع حلوة، بنط ابراهيم يوسف وتتلعب شوية لعلاء نبيل، ولا نبيل بيطلع. يا سلام يا سلام، مش معقول مش معقول، جول اكيد 100% يطلعه دريس، جول اكيد 100% يطلعه دريس. معلش جايات اكتر من رايحات، وعماد بيرفع الكورنر تاني والرفع حلوه. واه يا سلام، جول 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 جول، الجول الاول بس، الجول الاول بس، ابراهيم يوسف، جول 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 جول، ابراهيم يوسف، جول واحد 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 واحد، ابراهيم يوسف. يا سلام يا سلام، برافو يا اولاد، برافو يا اولاد، دخل فيه جول ملوش اي لازمه، وانتوا جبتوا جول دلوقتي كويس قوي قوي. واحد، احنا عارفين ان الجول بيتحسب باتنين، وده انجاز كبير جدا جدا، برافو يا اولاد. في الدقيقه 40 ابراهيم يوسف، برافو يا ابراهيم. رضوان يجي يلعبها لربيع ياسين مقطوعه، انما تتاخر ماجر، وماجر بيوقف وعشيت ماجر، وتيجي في واحد من الدفن وتطلع الكوره كورنر، كورنر من ناحيه اليمين، كورنر من ناحيه اليمين لصالح فريق الجزائر، كورنر من ناحيه اليمين لصالح فريق الجزائر، ونتيجه 1-1. جاب جول مصري ابراهيم يمشي بالعرض وداخل زكريا ناصر ويلعب واحده حلوه بين ايديه وعنده خط، وزكريا يطلع لمجدي عبد الغني ومجدي داخل داخل داخل. يا سلام يا سلام، يا مش معقول يا مجدي، مش معقول يا مجدي، كانت الجول الثاني. معلش معلش، انما اولادنا بيلعبوا كويس قوي 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 قوي. وادي مجدي عبد الغني، ادي مجدي عبد الغني، خساره يا مجدي، خساره يا مجدي. معلش معلش، وعلى ساعتي انا الحكم بيلعب في الوقت الضايع، اذا كان هناك وقت ضايع. وواحده طويله، انما ماهر همام، برافو يا ماهر يا همام يا راجل، ويصفر الحكم بن ناصر بانتهاء الشوط الاول، وكانت النتيجه 1-1.
معلش بين اثنين ومجدي عبد الغني بيلعبها شوي غريب انما تروح لفرجاني وفاول لصالح بن شيخ في سان جيرمان في باريس، ده اللي سجل هدفين في كاس العالم ضد شيلي. اكرامي نادلة وداخل بنصولة وبيلعب واحدة بينية ومعرفة ياسين وبيني ويخش ويشوط ويمسكها اكرامي. برافو اكرامي، اكرامي على طول بيدور ربيع ياسين. يلا يا رجالة عايزين كمان جول ان شاء الله.